مرحبا بكم عندي في قناتي. إذا كانت أول مرة كتشوفوا الفيديو ديالي ما تنسوش تشتركوا في القناة، تخليوا لي لايك وتخليوا لي كومنتير. السلام عليكم، عيد مبارك سعيد بالصحه وبالسلامه، وباش ما تميتوا ان شاء الله واش تكون مبروكه. اليوم ان شاء الله غناخذكم معايا في مقتطفات عيدنا الاول هنا في كندا. كنتمنى ان الفيديو يعجبكم. هنايا وجدت بعض الهدايا للصديقه ديالي اللي غادي نمشيو نعيدو معاهم، وكذلك وجدنا واحد لي ساشي فيهم الحلويات ولي بونبون للاطفال. هنا ضروري كيديروا هذه القاعده هذه، كيوجدوا الهدايا للاطفال باش ملي كيفيقوا صباح العيد كتعطيهم دوك هذاك لو بونبون، داك الساشي ديال البونبون كيفرحوا بزاف باش كنديروا الاجواء ديال العيد ونلطفوا هذا الجو ديال الكونفينمون. بالنسبه للعيد حنا ما كناش معولين، كنا كنصليو صلاه التراويح، حتى جانا واحد الميساج ان العيد غادي يصبح السبت. مجلس الائمه هنا في المدينه اللي حنا فيها قرروا ان غادي يكون العيد السبت، وحنا خصنا نتبعوا المجلس ديال الائمه. فعاد نضنا نط هنا، راه كانت 12 ديال الليل، عاد بديت كنصاوب المسمان، كنصاوب البغرير، وصوبت هذوك الاشياء اللي كانوا باقي ما وجدتش، كنت معوله على نهار السبت. عاد نكمل تحضيراتي ديال العيد. فمن العادات ديالنا ضروري البغرير والمسمن صباح العيد. صوبت شي حاجه بسيطه خفيفه ظريفه. بالنسبه للمسمن باش كيجيني موراق، فمن هذيك الطحين اللي كان الزيت اللي كنخدم بها كنديروا فيها شويه ديال الخمارات، وكنديروا كنديروا شويه سبيسيال، نقدروا نضيفوا شويه نشا عندنا. البغرير ان شاء الله غادي نديروا لكم في فيديو خاص، كيجي زوين، كيجي مثقب وزوين، وحتى المسمنات جاوا تبارك الله غزالين، مكرهتش نذوقكم كاملين. من بعد تعجنت الرغيف معسلين، الجو دادين بزاف بزاف. غادي نعطيكم الوصفه ديالهم: زلافه كبيره ديال الطحين عامره ديال الفورس، بيضه، شويه ديال نكهه الفانيليا او الماء ديال الزهر، الزنجلان مطحون، وشويه الملح. كنعجنوا العجينه بالماء دافي باش نحصلوا على عجينه ماشي خفيفه بزاف وماشي ثقيله، تكون متوسطه، ما خصهمش يكونوا خفافين بحال المسمن، كيكونوا شويه العجينه جامعه راسها وشاده في راسها.
كنخلي العجينه ترتاح واحد 20 دقيقه وعاد غادي نبدا الخدمه. كنقطعوا كويرات صغار وكنوجدوا واحد الحشوه اللي كنديروا فيها اما عقده ديال اللوز اولا العقده ديال الكاوكاو على حسب المتوفر. هذا هو اللي كيدير الفرق في هاد الرغيفات، هادو كيجيو رائعين واحسن بكثير الا درتوهم خاويين. بالعقده ديال اللوز ولا عقده الكاوكاو كيجيو لذادين، عرفتي ما تشبعيش منه. ما كنقرصوهمش بزاف، كنضغطوا عليهم غير شي شويه وخصهم يتقلاو في الزيت ساخنه. ملي كنبقاو نقليوهم كتكون زيت سخونه، كنردو البال باش ما كيتحرقوش لينا وخصهم غير يذهبوا، كنحيدوهم من المقلاه، كنصفيهم مزيان وكنسقيوهم بالعسل. اما نغشيوهم في العسل كامل اولا نسقيوهم من الفوق. انا سقيتهم وجاو لذادين بزاف بزاف. بالنسبه للتزيين ممكن ديروا اللوز او الزنجلان على حسب المتوفر في المنزل. كنت موجدة البسطيلة ديالي، موجدة لها الحشوة. صباح العيد صلينا صلاة العيد في الدار، ومن مور الصلاة عاد نط وغلفت هذيك البسطيلة باش غادي نتغداو بها في هاد العيد. غادي نمشيو نعيدو مع واحد الأصدقاء ديالنا في المنزل ديالهم. كان قبل مشينا لهاد الاكوا فيو حدانا وزوين بزاف باش خدينا تصاورات الوليدات وتهضرنا شي شويه تما، كان الجو رائع جدا. وتلاقينا مع واحد الناس حتى هما عرب مسلمين، عطاو الهدايا للاطفال وتبادلنا الهدايا بيناتنا. ضروري كنديروا العادات ديالنا والتقاليد ديالنا باش ولادنا كيكبروا في هذا الجو ديال العيد وبالفرحه ديال العيد. وصلاه العيد كيف ما كنعرفوا فهي ضروريه، كنظن ان الجميع صلاها في المنزل ديالهم. وفي الحقيقه ولو ان الحجر صحي ولكن العيد عنده واحد الطعم خاص، الانسان خصو يفرح ويحاول يدير الجو ويفرح وليداته ولو بابسط الاشياء، وما يبقاش يشوف الحاجه اللي ما عندوش، يشوف الحاجه اللي ربي عطاها ليه وما عطاهاش لواحد اخر ويبقى يحمد عليها ويدير عليها الحمد والشكر لله عز وجل. من بعد مشينا عند الاصدقاء ديالنا. غنخليكم تكملوا الفيديو مع الصور اللي غنشاركها معكم، وكنصحكم تجربوا هاد المسمنات كيجيو واعرين بزاف بزاف بزاف. كنضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله، وواشركم مبروكه بالصحه والسلامه كل ما تمنيتم.